الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قراءه القران، قال: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وهذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن على كل حال، سواء للماهر فيه أو للذي يتتعتع، فكل على خير، ولكن الماهر بالقرآن له هذا الأجر العظيم أنه مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. والماهر هو الحاذق الذي يقرأ القرآن بطلاقة وحسن أداء. وهذا يفيدنا أننا نسعى إلى أن نصل إلى هذه المرتبة العظيمة، وهذا يدل على أن قراءة القرآن مراتب، فليس كل الناس في قراءتهم للقرآن على مرتبة واحدة، فمنهم من يقرأه بحسن أداء ومهارة وحذاقة، ومنهم من هو دون ذلك إلى الذي يتتعتع ويقرأ القرآن متتعتعاً فيه شاقاً عليه، ومع ذلك يصبر. فلذلك كان له أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: وأجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. وعلى كل حال، فإن قراءة القرآن فيها فضل عظيم، ومن قرأ القرآن فلا يعدم خيرا من ربه سبحانه وتعالى. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وفي رواية عند البخاري: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. فهذه الرواية فيها فضيلة حفظ القرآن. قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. هنا قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وقد تفسر هذه الرواية بتلك الرواية، أن المراد بهذا الحفظة. وقد يقال أن الحديث يشمل الحافظ وغير الحافظ وهو ماهر بالقرآن، لأن الإنسان قد يحسن التلاوة ويحسن الأداء وإن لم يكن حافظا للقرآن، ولكن حفظ القرآن لا شك أن له فضيلة خاصة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال: وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة قراءة القرآن بضرب الأمثلة بين المؤمن وبين المنافق. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن هو أعلى هذه المراتب، فهو كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، لأن المؤمن باطنه طيب، وإن كان فيه بعض الذنوب والمعاصي إلا أنه يبقى على بذرة طيبة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وشبهه بالأترجة: طعمها طيب ورائحتها طيبة، يعني أصله وداخله طيب وخارجه وما يخرج منه طيب، وهذا أعلى المراتب. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا رائحة لها. فالمؤمن على كل حال هو على خير، المؤمن على خير، إن قرأ القرآن فهذا خير، وإن لم يقرأ فإنه فوت على نفسه أجرا عظيما، ولكن يبقى باطنه طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالتمرة التي لها طعم حلو ولكن ليس لها رائحة. والمراد بالرائحة هنا الرائحة الزكية، الرائحة الزكية، وإلا فإن لكل شيء رائحة، التمر له رائحة، ولكن نفي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرائحة الزكية التي يعني يحبها الناس، ريحة الأطياب ونحوها. وأما المنافق إذا قرأ القرآن فمثل الريحانة، الظاهر طيب
والباطن خبيث. فالريحانة ريحها طيب ولكن طعمها مر، فهذا مثل المنافق، وما أكثر المنافقين الذين يقرؤون القرآن. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي الأمة قراؤها، أكثر منافق الأمة قراؤها، يعني هناك قراء يحسنون التلاوة ويحسنون القراءة ولكنهم منافقون، وما أكثر هؤلاء. وقد نرى بعضهم خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، تجد رجلا يحفظ القرآن ويقرأ القرآن، بل قد يقرأه على القراءات العشر، ومع ذلك يعني تجد منه كلمات تعرف منه رائحة النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عن المنافق الذي لا يقرأ القرآن، قال مثل الحنظلة لا ريح ولا طعام، يعني لا ظاهر ولا باطن، نسأل الله السلامة والعافية. آخر معنا في هذا المجلس حديث عمر رضي الله عنه، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. وهذا حديث عظيم، فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أي هذا القرآن أقواما إذا عملوا به، ويضع به آخرين إذا لم يعملوا به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر والقرآن حجة لك أو عليك. ورفعة الله عز وجل ليست كرفعة المخلوقين، فرفعة الله عز وجل لعبده بالقرآن أهمها وأعظمها الأجر المعد له يوم القيامة، فإنه تكون له المنزلة العظيمة بأن تكون منزلته ودرجته عند آخر آية يقرأها، وهذا من أعظم الفضل الذي عده الله عز وجل لقارئ القرآن. ومن رفعة الله عز وجل لصاحب القرآن في الحياة الدنيا أن الله عز وجل جعله هو المقدم في الصلاة، فإذا أراد الناس أن يقدموا أحدا فليقدم أقرأهم لكتاب الله كما أمر الله عز وجل وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفعة الله عز وجل لصاحب القرآن، إلى غير ذلك من أنواع الرفعة التي لا نحصيها عدا في مثل هذا المقام. وهذا الحديث ذكره عمر رضي الله عنه وله قصة، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد استعمل نافع بن عبد الحارث على مكة، فرآه بعسفان فقال من وليت على الوادي، يعني على أهل مكة بعد أن خرجت منها، قال وليت عليهم ابن أبزة. فعمر رضي الله عنه لا يعرف من هو ابن أبزة، فقال من هو ابن أبزة ومن ابن أبزة؟ فقال له ابن أبزة، قال نافع بن عبد الحارث عن ابن أبزة قال هو حافظ للقرآن وعالم بالفرائض. فعمر في أول الأمر عندما قاله مولى من الموالي قاله نافع بن عبد الحارث إنه مولى، فقال عمر أوليت عليهم مولى، يعني كيف تولي على العرب مولى من الموالي؟ فقال له نافع بن عبد الحارث قال إنه حافظ للقرآن وعالم بالفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ولقد سمعت نبيكم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فانظر هذا القرآن كيف رفع هذا الرجل الذي هو مولى من الموالي، فصار أميرا على هذه المنطقة على مكة المكرمة بوجود من هو أعلى منه في عيون الناس، ولكن بسبب حفظه للقرآن وعلمه بالفرائض كان أميرا نيابة عن من استعمله عمر رضي الله عنه. وانظر إلى عمر رضي الله عنه في هذا الحديث في هذا الأثر، فإنه لم ينكر على من استعمله أنه استعمل هذا المولى على أهل الوادي. لماذا؟ لأن له منقبة شرعية وهي حفظه للقرآن وعلمه بالفرائض. ولذلك استدل عمر رضي الله عنه بهذا الحديث قال سمعت نبيكم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.